السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا حبايبي تلاميذ مدرسة عشدار الابتدائية الأهلية، المادة رياضيات للصف الرابع الابتدائي، معلمة المادة رويدة علي. أهلا وسهلا بكم حبايبي الحلوين. حبايبي درسنا لهذا اليوم هو موضوع الأعشار صفحة 142 وصفحة 143، وأيضا سوف نأخذ اليوم أجزاء من المئة صفحة 145 وصفحة 146. نبدأ بالأعشار. نبدأ بالأعشار. الأعشار منين تتكون وشنو هي الأعشار؟ الأعشار تتكون من العدد الصحيح. هذا العدد الصحيح يعني الأعداد من الصفر إلى ما لا نهاية من الأعداد، يعني قد يكون صفر العدد الصحيح أو واحد أو اثنان أو ثلاثة وإلى آخره من الأعداد. زين، وراها الفارز العشرية. وراها الفارز العشرية هي أعشار يتكون من العدد الصحيح بالبداية، الفارز العشرية وجزء من عشرة. جزء من عشرة يعني هنا مثلا واحد جزء من عشرة، اثنان جزء من عشرة، ثلاثة جزء من عشرة، أربعة جزء من عشرة، خمسة جزء من عشرة، أو مثلا ثمانية جزء من عشرة، تسعة جزء من عشرة. يعني هاي التسعة جزء من كل العشرة، بس ما يصير أقول عشرة جزء من عشرة، لا، شلون هي عشرة جزء من عشرة؟ ما يصير. فالحد آخر شيء إنه هو نقول إحنا تسعة جزء من عشرة. إذن هذا كله راح نسميه كسر عشري. هذا كله اللي يتكون من العدد الصحيح، الفارز العشرية، جزء من عشرة، هذا كله احنا نطلق عليه الكسر العشري. هذا كله احنا نطلق عليه الكسر العشري. راح نبدي فقرة أتأكد صفحة 143، الحل بالكتاب. أريد حبايبي الكل يطلع الكتاب ونبدي نحل الآن صفحة 143، الحل بالكتاب. نبدي، عندنا هاي فقرة أتأكد. أولا أكتب الجزء المظلل في كل من الأشكال الآتية بصورة كسر عشري. بصورة كسر عشري، احنا سبق وأخذنا أن الكسر العشري يتكون من العدد الصحيح، الفارز العشرية، جزء من عشرة. الآن أولا بما أنه الكسر العشري، أول شيء احنا نكتبه بصورة كسر اعتيادي، يعني نبسط مقام وراها نبدي نكتب نحوله إلى كسر عشري. أول شيء هنا جد كلهن، كل المربعات كم مربع هو جزء من عشرة، وتلقائيا راح يكون عشرة، لكن إحنا هم نتأكد ونحسبن. هاي واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة، يعني المقام شقد هنا كله؟ المقام كله عشرة. زين، هنا الجزء المظلل يعني نحسب ذني الأجزاء المظللة فقط، الملونة أو المظللة. هاي واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة، يعني الأجزاء المظللة أو الملونة هي سبعة. يعني هاي معناتها إن سبعة هي جزء من عشرة، يعني السبعة الملونات أو السبعة الأجزاء الملونة جزء من كل العشرة، جزء من كل العشرة. زين، يبقى عندنا العدد الصحيح. ما كتبنا العدد الصحيح. العدد الصحيح نشوف هل هذا الجزء كامل التلوين؟ هل هذا الجزء كامل التلوين يعني نفس هذا؟ لا، إذن صفر للعدد الصحيح، صفر العدد الصحيح. هاي أنا جاي أوضح لكم هذا بصورة كسر اعتيادي، يسر احنا نكتبه وهو اصلا يريده بصورة كسر عشري، يعني البي فارزة عشرية الذي يحتوي على فارزة عشرية. الان ايش قد العدد الصحيح الان؟ صفر. اذا نكتب صفر العدد الصحيح. بما انه كسر عشري لازم نضع فارزة عشرية، يجب ان نضع فارزة عشرية. هاي هي الفارزة العشرية. سبعة جزء من عشرة، يعني هاي هنا نكتب السبعة، يعني هذا صفر عدد صحيح، فارزة عشرية، وسبعة جزء من عشرة، وسبعة أجزاء من عشرة. ننتقل إلى نقطة رقم اثنان. أيضا المقام هنا شقد؟ جعل هذا واحد اثنان ثلاثة أربعة
5 6 7 8 9 10. المقام الآن 10. كم جزء ملون؟ 1 2. هنا جزئين ملونات. والعدد الصحيح هذا 1. العدد الصحيح هذا 1. نشوف هذا بما أنه هذا الشكل كامل التلوين، كم شكل كامل التلوين؟ 1. إذا نكتب هنا 1. هسه هنا تشوفون مكتبنا كتبنا 0. ليش كتبنا 0؟ لأن هذا ما كامل تلوينه، ما كامل التلوين، ما كامل التلوين، فكتبنا 0. الآن هذا جزء 1 أو هذا الشكل كامل التلوين 1. إذا شكلين كاملات التلوين نكتب 2. إذا ثلاثة أشكال كاملات التلوين نكتب 3، وهكذا. إذا عرفنا العدد الصحيح يعتمد على الأشكال الكاملة التلوين، المقام يعتمد على الأجزاء الكلية، والبسط يعتمد على الجزء. يعني هاي 2 جزء من كل العشرة، 2 جزء من كل العشرة. الآن نكتبه بصورة كسر 20، نكتبه بصورة كسر 20. الآن أولا إيش قد هنا عندنا العدد الصحيح؟ عندنا 1، نكتب هنا 1. وراها بما أنه كسر 20 يعني فارزة 20، وهنا إيش قد بالبسط؟ 2. هنا إيش قد بالبسط؟ 2، يعني 1 عدد صحيح فارزة 2 جزء من 10. 1 عدد صحيح فارزة 2 جزء من 10. الآن أنتقل أحدد الكسر العشري على مستقيم الأعداد لكل من ما يلي. نقطة رقم 3، 1 فارزة 2. الآن شلون راح نحددها على مستقيم الأعداد؟ طبعا هنا انتبهوا حبايبي، احنا ما نعتمد هذا الواحد يعني اكتب هنا 1، وهاي 2 اكتب هنا 2، لا. إذا هيج لعد ايش معنى هنا؟ هنا هاي 3 3 وهنا 7، ليش ما كتبنا هنا 7؟ ليش هنا 4؟ إذا على شنو احنا نعتمد؟ نقطة البداية ونقطة النهاية. على شنو احنا نعتمد لنقطة البداية ونقطة النهاية؟ نقطة البداية ونقطة النهاية نعتمد عليها على العدد الصحيح، هذا ما علينا، هذا جزء عشري. أما العدد الصحيح هذا، هذا اللي هو قبل الفارزة، العدد الصحيح هو هذا اللي يكون قبل الفارزة. إذا 1 يعني 1 يجي وراها يا عدد 2، 1 2. هذا تشوفون 3، إذا نكتب هنا نقطة البداية 3، ورا الثلاثة يجي يا عدد 4. نفرض إذا هنا 4، إذا هنا العدد الصحيح 4 فنكتب هنا 4 وهنا 5. إذا العدد الصحيح 6 فنكتب هنا 6 وهنا 7، وهكذا. إذا نقطة البداية، نقطة البداية حددها العدد الصحيح، نقطة البداية حددها العدد الصحيح. بما أنه 1 فنكتب هنا نقطة البداية 1، ورا الواحد يجي عدد 2 فنكتب هنا 1 نقطة البداية، والاثنان هي نقطة النهاية. إذا الآن نبدي نحسب هنا لحد ما أصل للإثنان. أنا أريد أحدد هسه هذا 1 فارزة 2 وين يقع على خط الأعداد. أول شيء خلي هنا دوائر، كنا نعتمد إحنا على العدد الصحيح، وهذا 1 ورا الواحد يجي عدد 2. نبدي الآن هاي بين كل نقطة ونقطة 9، بين كل نقطة ونقطة 9 خطوات أو 9 أرقام أو 9 نقاط. نبدي نحسب هاي 1 2 3 4 5 6 7 8 9، وهاي هي النقطة العاشرة. إذا أعيد 1 2 3 4 5 6 7 8 9، وهاي هي النقطة العاشرة. إذا الآن نروح على الجزء العشري. هنا ايش قد عندنا؟ 2، يعني نبدي نرجع من البداية. 1 2 يعني هنا راح يكون هو العدد 1 فارزة 2، راح يكون هنا عندنا العدد 1 فارزة 2. نجي على هذا العدد، بما انه 3 اذا نقطة البداية 3 والنهاية راح تكون 4، لان 3 يجي وراها يا عدد 4، الثلاثة يجي وراها يا عدد 4. الآن بين كل نقطة ونقطة 9، 9 نقاط. هاي 1 2 3 4 5 6 7 8 9. تشوفون 1 2 3 4 5 6 7 8 9، وهاي راح تكون هي النقطة العاشرة. زين الآن
ايش موجود هنا عندنا؟ الجزء العشري. الجزء العشري هو العدد 7. الجزء العشري عندنا الآن هو العدد 7، يعني نبدي نحسب من البداية. 1 2 3 4 5 6 7، يعني هنا راح يكون موقع العدد 3 عدد صحيح فارز 7. راح يكون هنا عندنا موقع العدد 3 عدد صحيح فارز 7. واضح حبايبي؟ الآن هاي طبعا كلها راح تكون الحل بالكتاب، الحل بالكتاب. انتقل إلى تكملة فقرة أتأكد، صفحة 143. الآن اكتب كل من ما يلي على صورة كسر عشري، على صورة كسر عشري يعني الذي يحتوي على فارزة عشرية، الذي يحتوي على فارزة عشرية. الآن نقطة رقم 5، عندنا الآن 6 أعشار، 6 أعشار. أول شيء مكتوب هنا عدد صحيح؟ مكتوب هنا مثلا 1 2 3 10 عدد صحيح؟ ما مكتوب. إذن 0 للعدد الصحيح. بما أنه كسر عشري نضع فارزة عشرية. 6 أعشار يعني هاي 6، 6 أعشار يعني هاي 6 بس. هو هذا الحل لنقطة رقم 5. إذن العدد هو 0 عدد صحيح فارزة 6، 0 عدد صحيح فارزة 6. الآن ننتقل إلى نقطة رقم 6، 9 أعشار، 9 أعشار. الآن هنا ايش قد عندنا العدد الصحيح؟ مكتوب الآن عدد صحيح؟ لا. إذن 0 للعدد الصحيح، 0 للعدد الصحيح. بما أنه كسر عشري يعني الفارزة العشرية، بما أنه كسر عشري يعني فارزة عشرية. 9 أعشار يعني نكتب الآن يا عدد 9، نبدي هنا نكتب العدد 9. إذن الكسر العشري هو 0 عدد صحيح فارزة 9، 0 عدد صحيح فارزة 9. هذا هو حل نقطة رقم 6. نقطة رقم 7، 1 عدد صحيح و4 من 10، 1 عدد صحيح و4 من 10. الآن العدد الصحيح هنا ايش قد عندنا؟ 1. العدد الصحيح هنا ايش قد عندنا؟ 1. الآن بما انه كسر عشري لازم نضع الفارزة العشرية، يجب أن نضع الفارزة العشرية وراها 4 من 10، يعني نكتب هنا 4، 4 من 10 يعني هنا نكتب 4. إذن الحل لنقطة رقم 7 هو 1 عدد صحيح فارزة 4، 1 عدد صحيح فارزة 4. الآن انتقل إلى نقطة رقم 8، انتقل إلى نقطة رقم 8، 5 أعشار، 5 أعشار. أول شيء هنا عندنا مكتوب عدد صحيح؟ لا. إذن 0 للعدد الصحيح، 0 للعدد الصحيح. بما أنه كسر عشري يعني يجب أن نضع الفارزة العشرية، يجب أن نضع الفارزة العشرية. هنا إيش مكتوب عندنا يا عدد؟ 5، نكتب هنا 5. إذن 0 عدد صحيح فارزة 5، 0 عدد صحيح فارزة 5. الآن انتقل إلى نقطة رقم 9، 7 أعشار، 7 أعشار. الآن عندنا هنا مكتوب عدد صحيح؟ مكتوب عدد صحيح؟ ما مكتوب. إذن 0 للعدد الصحيح، 0 للعدد الصحيح. بما أنه كسر عشري يعني يجب أن نضع الفارزة العشرية، بما أنه كسر عشري يجب أن نضع الفارزة العشرية. هنا 7 يعني نكتب هنا العدد 7. إذن حل نقطة رقم 9، 0 عدد صحيح فارزة 7 أعشار، أو 7 جزء من 10. الآن نقطة رقم 10، 3 عدد صحيح أو 3، هنا 3 عدد صحيح أو 3 صحيح و3 من 10. إذن 3 عدد صحيح، 3 عدد صحيح، يعني جد هنا عندنا العدد الصحيح 3. بما أنه كسر عشري يعني نضع فارزة عشرية، يعني نضع فارزة عشرية. الآن 3 من 10، 3 جزء من 10، إذن هنا نكتب 3. إذن الآن هذا هو العدد 3 عدد صحيح و3 من 10، أو 3 جزء من 10، أو 3 أعشار. الآن أنتقل إلى تكملة فقرة أتأكد، نقطة رقم 11، وهي اكتب الكسر العشري المبين على مستقيم الأعداد. الآن هذا الكسر العشري يقع بين العدد 2 و3، يقع بين العدد 2 و3. زين،
إذا نقطة البداية والعدد الصحيح يا عددي هنا عندنا؟ نقطة البداية والعدد الصحيح شو مكتوب هنا عندنا؟ 2. إذا العدد الصحيح 2، بما أنه كسر 20 يعني فارز 20. إذا الآن نبدي نحسب من البداية إلى أن نصل لهاي النقطة. دشوفوا أحبابي، نبدي نحسب منها إلى أن نصل هاي النقطة. نبدي نحسب هاي 1 2 3 4 5 6 7 8، يعني هاي النقطة موقعها أو رقمها هو 8. إذا حل نقطة رقم 11 هي 2 عدد صحيح فارزة 8. 2 عدد صحيح فارزة 8. نقطة رقم 12. نقطة رقم 12 أيضا الآن نبدي هنا شقد نقطة البداية؟ نقطة البداية 4، يعني 4 ونقطة النهاية 5. إذا نقطة البداية 4 يعني العدد الصحيح هو 4، يعني العدد الصحيح هو 4. بما أنه كسر 20 يعني نضع فارزة 20، بما أنه كسر 20 نضع فارزة 20. الآن نبدي نحسب منه، هذا يعتبر صفر قيمته، نبدي نحسب منه من وراها 1 2 3 4 5 6 7 8، يعني هاي النقطة رقمها هو 8. إذا الكسر العشري هو 4 عدد صحيح فارزة 8. 4 عدد صحيح فارزة 8. نقطة رقم 13. استخدمت أنسام 5 متر من شريط طوله 10 متر، يعني شقد استخدمت 5 من شريط كله شقد طوله 10 متر. يقول لنا هنا اكتب ما استخدمته أنسام من الشريط على صورة كسر 20. اكتب ما استخدمته أنسام من الشريط على صورة كسر 20. الآن مكتوب هنا عندنا عدد صحيح؟ مكتوب عدد صحيح؟ ما مكتوب. إذا صفر للعدد الصحيح، صفر للعدد الصحيح. بما أنه كسر 20 يعني فارزة 20. زين، استخدمت 5 من شريط كله طوله 10، يعني هاي شنو؟ 5 جزء من 10، يعني الخمسة أخذناها من العشرة. إذا هنا الجزء العشري هو 5. الآن يعني معناته الجزء العشري هو 5. إذا صفر عدد صحيح فارزة 20، 5 من 10 أو 5 جزء من 10 أو 5 أعشار هو متر ما استخدمته أنسام من الشريط. إذا حبايبي هذا كل ما يخص الموضوع لمحاضرتنا اليوم وهو الأعشار، كل ما يخص الموضوع الأول لدرسنا لهذا اليوم وهو الأعشار. نبدي ننتقل إلى، طبعا هذا كله راح يكون الحل بالكتاب، هذا كله راح يكون الحل بالكتاب. نبدي ننتقل إلى الموضوع الثاني لدرسنا لهذا اليوم هو الأجزاء من 100. الأجزاء من 100، الأجزاء من 100 نفس فكرة الأعشار اللي هو جزء من 10، لكن الاختلاف الآن بما أنه يكون عندنا جزء من 10، الآن راح يكون عندنا جزء من 100. بدال ما إحنا بالموضوع السابق اللي هو الأعشار كنا نستخدم يعني الأجزاء العشرية اللي هي 1 2 لحد 9، الآن لا، جزء من 100، يعني جزء من 100 تبدي الحد وتنتهي إلى العدد 99، هذا كله تعتبر أجزاء من 100، الأجزاء من 100. الآن طبعا راح تكون الحل بالكتاب. نبدي فقرة أتأكد، لأن الموضوع ما يحتاج لشرح، جدا بسيط وسهل. راح نبدي طبعا الكل هنا الحل بالكتاب، صفحة 146، الحل بالكتاب صفحة 146. فقرة أتأكد، أكتب وأقرأ الكسر العشري الذي تمثله الأجزاء المظللة في كل نموذج، الذي تمثله الأجزاء المظللة في كل نموذج. الآن نبدي أول شيء، لازم نعرف أول شيء نكتب هذا شلون على صورة كسر اعتيادي وراء حوله إلى الكسر العشري. أول شيء هذا كل الوجه، هذا كل الوجه لهذا المربع يمثل الأجزاء 100، هذا كله يمثل الأجزاء شقد؟ 100، كل هذا 100، كل هذا 100، يعني المقام شقد هنا؟ 100. وراها الآن نبدي نحسب الأجزاء الملونة،
نبدي نحسب الأجزاء الملونة. الآن 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 34 25 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 40 41 يعني ذني الأجزاء إيش قد هنا؟ هي 44. الأجزاء هنا 44. زين، هنا هل هذا ملون كله؟ لا، إذا نكتب هنا صفر، نكتب هنا صفر. إذا الآن الكسر هو صفر عدد صحيح و44 على 100. هذا كله كسر اعتيادي وجاي أوضح لكم الفكرة. الآن نكتبه بصورة كسر 20، نكتبه بصورة كسر 20، إيش قد هنا عندنا العدد الصحيح؟ صفر. إذا صفر العدد الصحيح. فارزة إيش قد بالبسط هنا يا عدد 44؟ إذا هنا 44، هاي معناته صفر عدد صحيح فارز 20 و44 جزء من 100، يعني هاي 44 جزء من كل هاي المئة، 44 جزء ملون من كل ذني المربعات اللي هي 100 مربع. نقطة رقم 2، نفس الشيء هنا. أول شيء هذا كله يمثل شقد 100، هذا كله الوجه يمثل 100، إذا المقام هنا 100، المقام هنا عندنا نكتبه 100. وراءها البسط، نبدي نحسب ذني البسط، نبدي نحسب ذني الأجزاء الملونة. الأجزاء الملونة نبدي نحسبهن 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 20 21 22 23 24 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 49 40 41 42 43 44 46 47 48 50. يعني هنا راح يكون عندنا البسط 50، راح يكون عندنا البسط 50. بما انه هذا كله مكامل تلوينه، اذا هنا صفر العدد الصحيح. بما انه هذا كله المربع مكامل تلوينه، لان تشوفون ذني بعدهن مملونات او ما مضللة، اذا هذا نكتب صفر العدد الصحيح ويساوي. الان ايش قد هنا عندنا العدد الصحيح؟ صفر. اذا هنا صفر. الفارز 20 لان هو كسر 20، وهذا 50 اكتبه هنا. اذا صفر عدد صحيح فارزه 50، صفر عدد صحيح فارزه 50. اذا هذا حبايبي راح يكون عندكم الحل بالكتاب، صفحه 146، موضوع الاجزاء من 100. لشوفون نفس فكرة الأجزاء من 10، نفس فكرة الأجزاء من 10. أول شيء كل الأجزاء الكلية مثل الأجزاء من 100 هي 100، أما بالنسبة للأجزاء من 10 كل الأجزاء الكلية هي 10. وراها نحسب الأجزاء المضللة ونخليها هيك. الآن اكتب كل من ما يلي على صورة كسر 20 مستعملة جدول لكل من ما يلي. نقطة رقم 3، 96 من 100، 96 من 100. الآن هنا ايش قد عندنا العدد الصحيح؟ أو الأحاد ايش قد هنا عندنا العدد الصحيح؟ ما عندنا. إذا هنا صفر للعدد الصحيح. إذا الآن نكتب هنا صفر للعدد الصحيح. الفارزة هنا الفارزة العشرية لأنه هو كسر 20، يعني الآن فارزة 20. 96 نكتب هنا 96. إذا هنا كتبنا هذا العدد على الجدول اللي هو صفر عدد صحيح فارز 20 96. إذا نكتبه هنا أيضا مقابلها صفر عدد صحيح فارز 20 96 جزء من 100. الآن أنتقل إلى نقطة رقم 4،
لدينا هنا 8 عدد صحيح و 37 من 100. 8 عدد صحيح أو 8 صحيح. إذن هنا نبدي نكتب 8 عدد صحيح. بما أنه كسر عشري يعني نكتب الفارزة العشرية. بما أنه كسر عشري نضع الفارزة العشرية. و37 يعني نكتب هنا العدد 37. إذن 8 عدد صحيح، فارزة عشرية، و37 جزء من 100. و37 جزء من 100. طبعا هو هنا كاتب لنا انه اكتب ذني الاعداد على هذا الجدول، لكن احنا بما انه الحل بالكتاب ما راح يكفي، ففقط نقطة رقم 1 كتبناها وحليناها بالجدول، اما بقية النقاط نكتبها بصورة كسر عشري. نقطة رقم 5، 84 جزء من 100. 84 جزء من 100. الآن مكتوب هنا عندنا عدد صحيح، مكتوب كلمة عدد صحيح مثلا 8 9 10 100 عدد صحيح ما موجود. إذا هنا 0 للعدد الصحيح. بما أنه كسر عشري يعني نضع فارزة عشرية. الآن 84 84. إذا نكتب هنا هاي 84. إذا 0 عدد صحيح، فارزة عشرية، 84 جزء من 100. نقطة رقم 6، 20 عدد صحيح وثلاثة أجزاء من 100. 3 أجزاء من 100. 20 عدد صحيح أو 20 صحيح. إذا نكتب هنا 20 عدد صحيح. بما أنه كسر عشري نضع الفارزة العشرية. بما أنه كسر عشري نضع الفارزة العشرية. إذا هنا 20 عدد صحيح، فارزة عشرية، 3 أجزاء من 100. 3 أجزاء من 100. إذا هي هاي 3 أجزاء من 100. 3 أجزاء من 100. ليش هنا كتبنا، الصفر؟ ليش ما كتبنا فقط 3؟ إذا كتبنا فقط 3 راح يصير 3 جزء من 10، فلازم نكتب هنا 0. لازم هنا نكتب 0 على مود يصير 3 جزء من 100، على مود يصبح 3 جزء من 100. الآن أنتقل إلى تكملة حل فقرة أتأكد، وهي نقطة رقم 7، سحب رافد 30 كرة زجاجية صغيرة من صندوق يحتوي على 100 كرة، اكتب ما سحبه رافد من الكرات على صورة كسر عشري، على صورة كسر عشري. الآن مكتوب عندنا عدد صحيح؟ مكتوب عندنا عدد صحيح؟ ما مكتوب. إذن 0 للعدد الصحيح. بما أنه كسر عشري يعني الفارزة العشرية. بما أنه كسر عشري يعني نضع فارزة عشرية. الآن 30 كرة، 30 كرة من أصلش قد 100 كرة، من أصلش قد 100 كرة. إذن هنا نكتب 30، نكتب هنا 30 يعني 0 عدد صحيح، فارزة 30 جزء من 100. 30 جزء من 100. نقطة رقم 8، قطعت سيارة مسافة 78 كيلو متر من أصلش قد من 100 كيلو متر، اكتب ما قطعته السيارة على صورة كسر عشري. الآن مكتوب عندنا عدد صحيح؟ مكتوب عندنا عدد صحيح؟ ما مكتوب. إذن 0 للعدد الصحيح. بما أنه كسر عشري يعني فارزة عشرية. هنا يا عدد عندنا 78 من 100، يعني هاي 78 جزء من 100. إذن نقطة رقم 8، 0 عدد صحيح، فارزة عشرية، 78 جزء من 100. نقطة رقم 9، في عيد الجيش العراقي الباسل أطلقت 56 لعبة نارية من مجموع جديد 100 لعبة، ما الكسر الذي الكسر العشري الذي يمثل ما أطلق من الألعاب النارية؟ إذن الآن هنا عندنا أول شيء مكتوب عندنا عدد صحيح؟ مكتوب عندنا الآن أي عدد صحيح؟ ما مكتوب. إذن 0 العدد الصحيح. بما أنه كسر عشري نضع الفارزة العشرية. هنا 56 لعبة نارية من مجموع شقد من 100، يعني هنا 56 جزء من 100. 56 جزء من 100. إذن الكسر العشري الدال على الألعاب النارية هو 0 عدد صحيح، فارزة عشرية، 56 جزء من 100. تشوفون حبايبي هذا كل ما يخص موضوع الأجزاء من 100، موضوع سهل وبسيط وحله جدا بسيط. طبعا هذا أيضا كل الحل بالكتاب، كل اليوم يعني درسنا
كل الحل بالكتاب. إذن إلى هنا حبايبي ينتهي الدرس، وإلى اللقاء في الدرس القادم، ومع السلامة.